بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، أما بعد، فعقد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو باب كثرت فيه الأحاديث، وهو باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو أن يعاود إتيان أهله. إلا أن مالك رحمه الله نص على مسألتين اثنين في الباب، فقال: باب وضوء الجنب إذا أراد أن يطعم. أراد أن يطعم شامل لأمرين: للأكل والشرب، لأن الشرب كذلك يصدق عليه إيش؟ بأنه طعام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يطعمه فإنه مني. ونص على المسألة الثانية وهي النوم، الطعام والشراب والنوم، إلا أن مسألة المعاودة لم يأتي بها، وسنتكلم عليها في نهاية هذا الباب إن شاء الله. هذه المسألة كثرت فيها الأحاديث عن سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهي أن الجنب إذا أصاب أو الرجل إذا أصابته جنابة ثم أراد أن يباشر بعض الأعمال فما هو الحكم، مع أن القاعدة العامة على أن الجنب طاهر، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أزقة المدينة وكان قد خنس عنه بمعنى توارى، فقال: أين كنت؟ قال: كنت على جنابة فكرهت أن ألاقيك، فقال: لا تفعل، فإن المؤمن أو المسلم لا يجنب. طيب، جئنا إلى هذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة صور اشترط فيها الوضوء، فبقي أننا نعلم ما هو حكم هذا الوضوء، وما هي صفة هذا الوضوء، وما هي الصور التي يشرع فيها هذا الوضوء. مالك في هذا الباب ساق حديث موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن عمر، وساق أثرين اثنين. أما الحديث الموصول فهو حديث صحيح أخرجه الجماعة من طريق مالك إلا الإمام الترمذي، وأما الأثران فهما كذلك أثران صحيحان عن عائشة وعن عبد الله بن عمر. نبدأ بالحديث الأول نشرحه ثم ننتقل إلى الأثر. نعم. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال. طيب، نأتي إلى هذا الحديث. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر،
اتفق رواة الموطأ عن الإمام مالك على هذا الإسناد أنه روي مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فلم يختلف رواة الموطأ على هذا الإسناد، وهكذا أخرجه البخاري ومسلم عن مالك. في خارج الموطأ روي هذا الحديث عن مالك إلا أنه وقع في إسناده خلافان. الخلاف الأول هو أنه روي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بدل عبد الله بن دينار، جاء عند رجل ثاني وهو إيش؟ نافع. ونافع وعبد الله بن دينار من شيوخ مالك. هذا الخلاف الأول. هذا الخلاف كما يقول جمع من الحفاظ كابن عبد البر والحافظ، هذا خلاف لا يضر في إسناد الحديث، فإن مالك روى هذا الحديث عن رجلين، عن عبد الله ابن دينار وهو الرواية الأشهر، وعن نافع، فإنه قد روي هذا الحديث من غير طريق مالك من ستة شيوخ، وأخرجه البخاري من طريق نافع. واضح؟ فإذن هذه المسألة الأولى في أول الإسناد، فإن جميع الرواة رووه عن عبد الله بن دينار، وفي خارج الموطأ روي من حديث نافع. هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني في هذا الحديث أنه من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر، هذا الصنيع عن عبد الله بن عمر أن عمر، يقتضي أن هذا الحديث في مسند من؟ في مسند عبد الله بن عمر. خارج الموطأ كما عند النسائي، فقد رواه الإمام النسائي من رواية أبو نوح عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب. هنا أن عمر بن الخطاب، وفي خارج الموطأ عن عمر، فعلى صنيع الرواية الثانية اللي هي خارج الموطأ يكون الحديث من مسند مين؟ من مسند عمر. يقول العلماء هذا الخلاف لا يضر في صحة الحديث، ولكن يفيدنا في ناحية البحث عن الحديث، لأنك إذا علمت بأن الحديث من مسند عبد الله بن عمر، لما ترجع إلى كتب المسانيد تبحث عنه عند عبد الله، أما إذا كان من مسند عمر فيكون إيش؟ عند في مسند عمر. يقول الحافظ: وسبب الخلاف في هذين الروايتين بينها الإمام النسائي، وهي أن الذي أصابته الجنابة ووقع في هذه المسألة هو عبد الله بن عمر، فسأل أباه، فسأل أبوه النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع في مسألة طلاقه لزوجته وهي حائل. عبد الله بن عمر طلق زوجته وهو حائل، لكن ما سأل رسول الله، وإنما سأل أباه، وأبوه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء هذا اتضح بأن الرواية أن عبد الله بن عمر حقيقة هو صاحب المسألة، ولكن الذي تولى السؤال هو مين؟ هو عمر بن الخطاب. طيب اقرأ الحديث. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل. أنه يصيبه، الهاء هنا ترجع على من؟ عن عبد الله بن عمر، الله يفتح لي، لأنه هو صاحب المسألة. نعم. فقال له رسول الله: توضأ واغسل، ذكر. طيب، قلنا الرجل تصيبه، طيب قال توضأ، الضمير هنا يعود على من؟ على السائل الذي هو عمر. لا، الحافظ يقول إن عبد الله بن عمر كان حاضر القصة كما في رواية النسائي، فقوله توضأ حقيقة لعبد الله بن عمر، فالتاء راجعة هنا إيش؟ لصاحب القصة حقيقة. لا، هو لم يقصد، لكن الرواية لهذا لما سقط عمر في إسناد الرواية الثانية ورفع عن عبد الله مباشرة أنه
كان حافظ. وقلنا هذا من باب إيش؟ أننا لفقنا بين الروايتين. نعم. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نحن الآن أمام قضية سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الرجل تصيبه الجنابة من الليل فهل ينام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام، وإنما توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا السؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عدة من الصحابة، من بينهم عمر هنا، وسئل عنه كذلك من حديث أبي سعيد كما في صحيح مسلم وأبي داود، فإنه سأل أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فأجابه رسول الله بنفس الإجابة. هنا نأتي إلى مباحث هذا الحديث. قال إن الرجل، الآن سوف نتوقف في لفظة الرجل، هل هذا خاص بالرجال أو النساء تابعة معه؟ تصيبه الجنابة. طيب ما هي الجنابة؟ نحن شرحنا من قبل لماذا سمي الرجل الجنب جنبا وبينا ذلك. والجنابة إما أن تكون باحتلام وإما أن تكون بإيش؟ بجماع، فالأمر فيها سيان. طيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نبدأ بالمسألة الأولى وهي وضوء إيش؟ وضوء الجنب إذا أراد النوم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل، هل إجابة النبي صلى الله عليه وسلم هنا متفق عليها في العمل بها أم لا؟ وقع خلاف بين العلماء، فذهب جمهور أهل العلم من الفقهاء ومن المحدثين إلى أن هذه الفتوى تشريع وهي باقية، وعلى أنه من أصابته جنابة وأراد أن ينام لا بد أن يتوضأ ويغسل ذكره كما قال رسول الله. وذهب طائفة من الفقهاء والمحدثين إلى أن هذا الحكم منسوخ، وعلى رأسهم أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمة الله عليه. فإذن الآن وضوء الجنب هل هو مشروع أو غير مشروع؟ الجمهور على أنه مشروع، ذهب طائفة من العلماء إلى أنه إيش؟ منسوخ. طيب بما أن الحديث يقف في صف الجمهور لا يطالب الجمهور بالدليل، وإنما الذي يطالب بالدليل مين؟ أبو يوسف والجماعة. طيب هؤلاء العلماء قالوا الدليل على أن هذا الحكم منسوخ هو ما أخرجه الإمام مالك بعد هذا الحديث. دعك من حديث عائشة وانتقل إلى حديث عبد الله. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. طيب هنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، هذا أصح الأسانيد، أن عبد الله بن عمر إذا أصابته الجنابة ماذا كان يفعل؟ يغسل وجهه ويديه للمرفقين ويمسح برأسه، لكن ما كان يغسل إيش؟ ما كان يغسل رجليه. فإيش عندنا الآن؟ عندنا عبد الله بن عمر في فعله خالف الرواية، فعندنا صحابي روى وهو صاحب المخرج أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ولكن عبد الله بن عمر في فعله كان يخالف، فهذا عندنا دليل على أن الأمر الأول منسوخ. فلو لم يثبت للصحابي أن الفعل منسوخ لما خالفه، واضح؟ وهذه قاعدة خاصة في مذهب السادة الحنفية على أن العبرة بما رأى لا بما روى، واضح؟ فقال إن الصحابة، وهذه بينها الإمام الطحاوي عن
عن أبي يوسف في شرح معاني الآثار، فإن عبد الله بن عمر هو راوي الحديث، لما عمل بخلاف ما روى من الحديث هذا دليل على أنه ثبت عنده أن الحديث إيش منسوخ. وأكدوا هذا الكلام بحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، أن من حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة من الليل فينام ولا يمس السماء. النسائي والترمذي وابن ماجه أصحاب السنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة من الليل فينام ولا يمس ماء. فهذا يؤكد عندنا ما فعله عبد الله ابن عمر. واضح؟ طيب، الآن عندنا هذان الدليلان من هؤلاء الطائفتين، فبقي الآن قول الجمهور الذين ذهبوا إلى رواية عبد الله بن عمر، كيف نرد على الطائفة الثانية؟ واضح؟ طيب، يقول جمهور الفقهاء إن فعل عبد الله بن عمر هذا يحتاج إلى وقفة معه، فإن عبد الله بن عمر الآن خالف ما روى، وسبق في الدرس الماضي وبينا على أن الصحابي في القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، في القاعدة إذا انفرد الصحابي بشيء وكان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه. هنا القاعدة الثانية، وهذه القاعدة ذكرها الإمام الماوردي رحمة الله عليه، هي أن الصحابي، قول الصحابي عند علماء الأصول، قول الصحابي لا يخصص النص ولا يسقطه ولا ينسخه عند جمهور العلماء. فإذا عندنا تعارض الحديث مع فعل الصحابي فيقدم إيش؟ فيقدم الحديث، ويكون فعل الصحابي تأويل تأوله، فهو من باب إيش؟ من باب الاجتهاد، ولكنه يقدم الرواية على إيش؟ على ما ذهب إليه من الاجتهاد. واضح؟ هذا بالنسبة لفعل عبد الله بن عمر. يبقى معنا حديث عائشة التي استدل به، فالذي عليه جمهور المحدثين على أن هذا الحديث، وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تصيبه الجنابة من الليل فينام ولا يمس ماء، قال هذا الحديث غير محفوظ عند العلماء، فإن أبا إسحاق الراوي له قد اختصره اختصارا شديدا، أخل بمعناه، فإن قوله كان ينام ولا يمس ماء يقصد به أنه كان يؤخر الغسل لا أنه كان لا يتوضأ، فقوله كان لا يمس ماء ليس منصبا على إيش؟ على أنه لم يكن يتوضأ، وإنما لم يكن يغتسل، ونحن نسلم بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تصيبه الجنابة ويؤخر الغسل إلى أن يطلع الفجر. واضح؟ فبهذا ظهر على أن ما قال الجمهور هو الصحيح، وهذا الذي اختاره كل المحققين في هذه المسألة، على أن وضوء الجنوب لا يزال مشروعا ثابت، وأن العبرة برواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال اغسل ذكرك ثم توضأ ونم. طيب، الآن ننتقل إلى الخلاف الذي هو داخل هذه المسألة. ثبت عندنا الآن أن هذا الفعل لا يزال قائم، وهو أنه لا بد لمن أصابته جنابة أن يتوضأ. طيب، ننظر نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال توضأ، هذه صيغة إيش؟ صيغة أمر، وصيغة الأمر عند علماء الأصول تفيد إيش؟ تفيد الوجوب. فيأتي سؤالنا، يأتي سؤال هنا، هل وضوء الجنب من باب الوجوب أو ليس من باب الوجوب؟ واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تتوضأ، حتى يقول ابن دقيق العيد إن الرواية عن رسول الله جاءت بصيغة الأمر وجاءت بصيغة الشرط، كما في البخاري قال نعم ليتوضأ ثم لينم، بصيغة الشرط، بصيغة الأمر وبصيغة الشرط، وكلاهما تفيد إيش؟ تفيد الوجوب. فنأتي إلى هذه المسألة،
هل وضوء الجنب من باب الوجوب أو ليس من باب الوجوب؟ كذلك اختلف العلماء فيها. ذهب جمهور الفقهاء وعلى رأسهم المذاهب الأربعة، السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن الأمر هنا أمر استحباب وندب. وذهب بعض المالكية كابن حبيب وهو مذهب الظاهرية إلى أن الأمر هنا أمر وجوب، وأشار إلى هذا الإمام أحمد إلى أن الأمر هنا باق على حقيقته من الوجوب. واضح؟ فالآن عندنا مسألة خلافية في هذا الأمر الذي أمر به رسول الله الجنوب أن يفعله، هل هو للوجوب وهو قول طائفة من الفقهاء على رأسهم الظاهرية، أو أنه للاستحباب وهو قول جمهور الفقهاء؟ نسلك نفس المسلك الأول، من الذي نطالبه هنا بالدليل؟ الذين قالوا ليش الظاهرية؟ نقول جمهور. أيوة. الاستحباب. لا، لكن من الحديث هذا يخدم من؟ يخدم الظاهرية. لهذا نحن لما ناقشنا أبو يوسف ما قلنا لأبي، لم نقل للجمهور ائتوا بالدليل، لأن الحديث يخدمهم. فالآن الحديث هذا يخدم الظاهرية لأنه جاء بصيغة الأمر. فنأتي إلى الجمهور ونقول لهم ما هي القرينة التي صرفت عندكم الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؟ واضح؟ طيب، القرينة التي نص عليها العلماء هنا جاءت قرينتين، قرينة ينص عليها المحدثون وقرينة ينص عليها الأصوليون. أما قرينة المحدثون فإن برى لها أبو عوانة رحمه الله في صحيحه وابن خزيمة، فابن عوانة وابن خزيمة في صحيحهما صنع الصنيع التالي، جاءوا بهذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر وبوبوا عليه وقالوا باب وجوب الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام ثم سقوا، ثم جاءوا وقالوا بعده باب الأمر للاستحباب لا للوجوب، وساقوا حديث ابن عباس وهو حديث صحيح أخرجه مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته وأراد أن يأكل وضع له وضوء، فقيل له أتتوضأ يا رسول الله؟ قال إنما الوضوء للصلاة، إنما الوضوء للصلاة. فقالوا هذه قرينة تدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ وكان الوضوء فقط للنوم، فإنه يحمل بحديث إنما الوضوء للصلاة على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. واضح؟ واضح التوفيق كيف كانت القرينة؟ هو أن الحديث نص على وجوب الوضوء للجنوب، لكن من أجل إيش؟ من أجل النوم. جاء حديث آخر يقول بأنه لا وضوء إلا لأجل الصلاة، فكيف يوفق بينهما؟ يبقى هذا على ظاهره على أنه للصلاة واجب وعلى أنه لغير الصلاة مستحب، وهذا الصنيع يؤكده القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، فكأنه يقول إنما جعل الوضوء من أجل الصلاة فقط، فما جاء من خلاف هذا حتى يوفق بينهما فإنه يحمل على إيش؟ على الاستحباب. واضح الطريقة؟ طيب، نأتي إلى القرينة إيش التي يقولها علماء الأصول. يقول علماء الأصول، وهذه ذكرها الإمام ابن رشد رحمة الله عليه، قالوا إن الجمهور حملوا حديث عبد الله بن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على الاستحباب وليس على الوجوب لعدم وجود المناسبة، وهي المناسبة الشرعية، بين النوم وبين الوضوء. وهنا يحتاج إلى دقة في فهم هذه القرينة. الآن سئل النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال كان عن إيش؟ عن هل ينام الجنب، فماذا قال؟ قال اغسل ذكرك وتوضأ ثم إيش؟ ثم نم. النوم حكمه إيش؟
مباح، ثم أمر بوضوء شرعي فعلق تحقيق مباح على أمر شرعي من جهة الوجوب، وهذا لا يستقيم، لأنه لا يوجد مناسبة بين إيش؟ بين النوم، لأنه من الجبلات مع الأمر الشرعي الذي هو الوضوء. واضح؟ لهذا يقول علماء الأصول في التعليقات الشرعية، التعليقات إيش؟ الشرعية، قد يعلق شيء واجب على واجب، يعلق إيش؟ واجب على واجب، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهنا الصلاة واجبة والوضوء إيش؟ واجب. وقد يعلق مستحب على مستحب، مستحب على مستحب، كقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قراءة القرآن إيش؟ مستحبة، والاستعادة كذلك فيها أنها مستحبة. وقد يعلق واجب على غير واجب، كقول الله تعالى: وإذا طلقتموهن في نهاية الآية فنصف ما فرضتم، الطلاق إيش؟ مباح، ومن قبل أن تمسوهن إلى نهاية الآية فنصف، فيكون النصف هنا دفعه إيش؟ دفعه واجب، فعلق إيش؟ وجوب الدفع على أمر، على أمر مباح. وقد يقع إيش؟ يقع العكس، وهو أن يتعلق إيش؟ أمر مباح على وجوب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهذه التعليقات التي جاءت عندنا في الشرع. طيب، هنا جاء عندنا تعليق، وهو إيش؟ وهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ، على أمر إيش؟ على أمر مباح. وهذه القرينة التي تقول بأن الأمر الأول ليس للإباحة وإنما هو للاستحباب. واضح؟ حتى نجد أن ابن دقيق العيد يقول: إذا أمعنت النظر في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم اغسل ذكرك ثم نم. طيب، إذا قلت إن لفظة توضأ للوجوب، طيب ولفظة نم هل تقول للوجوب؟ فتلزم كل من أجنب أن ينام؟ لا يقول بذلك عاقل. لماذا؟ لأن النوم من باب إيش؟ من باب الجبلات، ولا يؤمر بها. فلهذا إما أن تصرف كل الأوامر أو تتركها كما هي. قال: فهذا يقتضي على أن حتى الوضوء هنا ليس للاستحباب، يكون لإيش؟ يكون للإباحة. حتى الوضوء هنا لا يقتضي أن يكون للاستحباب. فيقول، نقول للجمهور: لماذا جعلتم الوضوء للاستحباب؟ قالوا: لحديث عائشة في الصحيحين أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته الجنابة توضأ وضوءه للصلاة ثم نام. فاستفدنا الإباحة من حديث عائشة. واضح؟ لهذا الإمام مالك لدقته جاء هنا لحديث عائشة بعد حديث عبد الله بن عمر، فأراد أن يفيدنا بأمرين اثنين. اقرأ حديث أثر عائشة، وإن كان الإمام مالك أخرجه هنا موقوف عنها، وفي الصحيحين أنه مرفوع عن رسول الله. نعم. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدهم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. طيب، هنا الأثر هذا هشام بن عروة أبيه عن عائشة موقوف، لكن في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته الجنابة توضأ ثم إيش؟ ثم نام. طيب، إذا قلنا أن هذا الأمر للاستحباب وأنه يستحب ويندب له، الجمهور الفقهاء الذين هم المالكية والشافعية والحنابلة عندهم الاستحباب متأكد. الحنفية عندهم استحباب إيش؟ استحباب غير متأكد. طيب، ما إيش الفرق بينهما، بين الاستحباب المتأكد؟ هنا الفرق بين علماء الأصول لما يذكرون السنة السنة والمندوب والفضيلة. فعلى قول الاستحباب المتأكد، على أن تاركها قد فعل مكروها شديدا، وأما على قول الحنفية يكون لا بأس. لهذا تجد في كتب السادة الحنفية يقول: ويستحب
للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام ولا بأس إن لم يتوضأ. أما عند كتب الفقهاء البقية يقولون ويستحب له الوضوء فإن تركه فقد فعل مكروها شديدا. حتى نص بعض العلماء أو قال الإمام مالك في المدونة سئل عن هذا قال من لم يتوضأ فليستغفر الله، فليستغفر إيش؟ الله. لهذا قال الداودي قال ومن تركه لا تسقط عدالته لوجود الخلاف في المسألة. وشدد ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى أئمتنا على أن المسألة تدخل من باب الندب المؤكد، والسبب في ذلك أن النوم لحد ذاته يستحب له الوضوء كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء، واضح؟ فلهذا الذي يترجح من هذه الأقوال كلها على أن يندب ندبا شديدا للجنب إذا أصابته الجنابة سواء من احتلام أو من جماع أنه لا ينام حتى يحدث إيش؟ وضوء. طيب نأتي الآن إلى مسألة قال الرجل تصيبه، طيب هل المرأة تتبع الرجل في هذه المسألة؟ وقع خلاف بين العلماء، فبعضهم قال نعم تتبع لأن ما جاء في حق الرجال هو صادق على حق إيش؟ النساء. وذهب طائفة من العلماء إلا أنها لا تدخل في ذلك، بدليل على أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يتوضأ، لكن هي لم تقل ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، مع العلم بأنها هي أو المرأة قد تكون حائض المدة الطويلة فلا تلزم بالوضوء والحيض أشد من الجنابة، واضح؟ فيقولون هذا على أن إيش؟ الحائض غير داخلة معنا في هذا الأمر، وإن كان الأصح على أن المرأة داخلة لعموم إيش؟ لعموم الأدلة في ذلك. طيب جئنا إلى مسألة وهي أن هذا الوضوء يعني في ظاهر الحال أنه لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للحدث شيء لأنه هو أصلا على جنابة، فما هي فائدة هذا الوضوء أو ما هي الحكمة من وضوء الجنب؟ واضح السؤال؟ طيب يقول العلماء إن أو لماذا شرع للجنب أن يتوضأ أو نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يتوضأ، وقع الخلاف بين العلماء هل هذه الحكمة هنا معللة أو ليست معللة؟ يعني ممكن أننا إذا فتشنا نفهم لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الجنب بأن يتوضأ، أو أنها مسألة إيش؟ مسألة تعبدية أمرنا بها رسول الله فنقول سمعا وطاعة. طيب ذهب طائفة من الفقهاء وهذا مروي عن الإمام مالك على أن الوضوء هنا أمر تعبدي ولا مجال للرأي فيه، وقووا هذا المسلك بأنه تعبدي أنه الملائكة تحب النظافة والشياطين تحب الأوساخ والقذار، فأمر الرجل بأن يتوضأ بعد الجنابة ويغسل ذكره كي تتقرب منه الملائكة وتبتعد عنه الشياطين، وأكدوا هذا بحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، لا تدخل فيه إيش؟ الملائكة في بيت ليس فيه إيش؟ كلب ولا صورة ولا جنب. قالوا هذه الأمور الثلاثة دخلها التخصيص، لأن لا تدخل بيتا فيه كلب إلا كلبا مأذونا في اتخاذه، ولا تدخل صورة إلا الصورة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على جوازها وهي الصورة المهانة، وكذلك إلا جنب، الجنب الذي هو جنب كامل، لأنه إذا أحدث هذا الوضوء يعتبر أنه إيش؟ أنه ليس بجنب كامل، واضح؟ لأنه قد أحدث نوع طهارة، واضح؟ فلهذا قالوا يسن له الوضوء تعبدا. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن الوضوء هنا معلل، الوضوء هنا إيش؟ معلل. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وضوء الجنب شرع من أجل تخفيف الجنابة، من أجل إيش؟ من أجل تخفيف الجنابة. طيب ماذا نستفيد من هذه العلة؟
بأن الجنابة تخفف إذا جاءتها إيش وضوء، أو إذا دخل عليها وضوء فقط. فإنه جاء في ابن أبي شيبة بإسناد رجاله ثقات أن في الحديث المرفوع على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الوضوء نصف الجنابة، فهو إيش الوضوء إذا جاء يخفف من نسبة إيش من نسبة الجنابة. لهذا نجد في مذهب الشافعية على أن الحائض متى عند الحائض عندهم الحائض تتوضأ. الشافعية يقولون إن الحائض تتوضأ أو يشرع لها الوضوء إذا انقطع عنها الدم، إذا انقطع عنها الدم جاز لها أن إيش أن تتوضأ، لأنها الآن إذا انقطع الدم هي في حكم الجنابة، هي في حكم الجنابة لأن المانع قد زال، ولكنه لا يصدق عليها أنها طاهرة حتى إيش حتى تغتسل، فيجوز لها أن هنا أن تتوضأ. ونجد في مذهب الحنابلة، هذا في مذهب الشافعية، في مذهب الحنابلة يقول الإمام أحمد يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إذا توضأ، يجوز للجنب إيش أن يمكث في المسجد إذا توضأ، لأن الحديث الذي منع الجنب من دخول المسجد منع إيش منع الجنب، لكن هذا ما صار جنب، بإحداث الوضوء لم يكن هناك جنب كامل، واضح؟ هذا العلة التي علل بها السادة الشافعية والحنابلة. المالكية يعللون أو اختلفت العلة عندهم بعلتين، فقال طائفة منهم إن هذا الوضوء شرع لأنه إحداث لإحدى الطهارتين، فكيل ينام الرجل على غير طهارة شرع في حقه أي طهارة، وهي الطهارة إيش الطهارة الصغرى، لأنه إذا مات كما عند الطبراني على أن الرجل إذا مات على جنابة ولم يكن على طهارة لم تحضره الملائكة، فلهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى شيء وهو إيش وهو الوضوء. وقال طائفة منهم إنما شرع هذا الوضوء من أجل أن ينشط للغسل، علته هي إيش أن ينشط لإيش للغسل، فلأن الرجل إذا قام وتوضأ ومست أعضاؤه الماء تحرك إلى أن إيش إلى أن يغتسل. قال وهذا دعوة إلى الخير وإلى المبادرة إلى العمل الصالح، لأن الجنابة إذا بقي عليها منع من قراءة القرآن ومنع من الصلاة ومنع من قيام الليل، ولكن هذا من حقه، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغب في هذا فقال الأفضل أن تتوضأ، فإذا توضأ يعني زال عنه إيش زال عنه الكسل وتهيأ لأن للغسل، واضح؟ طيب على هذين العلتين تأتي عندنا مسألة الحائض، هل الحائض تتوضأ إذا أرادت أن تنام؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، طيب إذا الرجل أصابته جنابة ولم يكن له ماء هل نقول له يتيمم؟ وإذا كان الماء قليل هل نقول له يتوضأ؟ هذه ثلاثة مسائل خلافية بسبب فهم العلة في ذلك. نأتي إلى المسألة الأولى وهي الحائض، إذا قلنا هل يشرع لها الوضوء أم لا، فإذا عللت وقلت إن العلة في الوضوء هو إحداث نوع طهارة، فعلى العلة هذه يشرع كذلك حتى في حق الحائض أن تنام على وضوء. وإذا عللت بالعلة التي هي إيش تخفيف، هي علة الشافعية، ولا العلة الثانية هي النشاط، لا يشرع في حقها إيش الوضوء. نأتي إلى المسألة الثانية وهو إيش التيمم، فإذا عللت بالعلة الأولى وهي أن ينام على إيش على طهارة، تقول إذا عدم الجنب الماء تيمم حتى ينام على طهارة، وإذا قلت أن العلة هي حتى النشاط لا يتيمم لأنه لا يوجد هناك إيش غسل. إذا المسألة الثالثة وهي إذا قلنا الرجل أصابته جنابة لكن لم يكن عنده ماء كثير لكي يغتسل، فهل يشرع في حقه الوضوء؟ طيب هذه لكم، من يجيب؟ تفضل، على عندك علتين، وجه السؤال وجه الحكم مع العلة. لماذا ننتقل؟ شيء
نشاط لأنه ما في نشاط. لا، ما عندنا تيمم، عندنا رجل له ماء قليل وأصابته جنابة، فهل يشرع في حقه الوضوء أم لا يشرع؟ أصلا توضأ خلاص. شيخنا تفضل. لا يشرع على أي علة، الأولى ولا الثانية؟ التي هي الماء قليل. الله يفتح عليك. إذا قلت بأن هو أصلا العلة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالوضوء حتى ينشطنا لإيش؟ للغسل. فهذا حتى ولو نشط ما يقدر يغتسل لأن عنده إيش؟ الماء قليل. أما إذا عللت بالعلة الأولى وهي إيش؟ هي إحدى الطهارتين، فإنه إيش؟ فإنه يتوضأ. واضح المسألة؟ طيب، الآن انتهينا من مسألة الحكمة في هذا الوضوء، وانتهينا من حكم هذا الوضوء، جئنا إلى المسألة وهي ما هي صفة هذا الوضوء. هذا السؤال يجيبنا عليه فعل عبد الله بن عمر. قال عبد الله مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المنفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. طيب، في هذا الأثر عبد الله بن عمر لم يكن يتوضأ وضوءا كاملا، وإنما كان يقتصر على غسل الوجه وعلى اليدين وعلى مسح الرأس. طيب، فما هي صفة هذا الوضوء؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصفة الكاملة فيه هي وضوءه للصلاة. ومالك حتى ينبه على هذه المسألة، لأن مالك في المدونة لما سئل قال وكان مالك لا يعجبه فعل عبد الله بن عمر، لأن عائشة، نرجع قليل، ماذا قالت عائشة؟ إذا أصاب أحدهم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، أراد أن ينبهك، لأن جاب هذه الجملة ثم جاب عبد الله حديث فعل عبد الله بن عمر، كأنه يقول لك اعلم بأن ما أراد رسول الله في قوله توضأ أنه يقصد به الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية. وهذا الحديث، حديث عائشة، قلنا من أخرجه؟ أخرجه البخاري ومسلم مرفوعا لرسول الله. في رواية مسلم زيادة وضوءه للصلاة من قول رسول الله. فإذا الوضوء وضوء إيش؟ وضوء الصلاة كامل. هذا بالنسبة لإيش؟ هذا بالنسبة لمن أراد أن ينام. لكن عبد الله بن عمر كان يفعل هذا في الأكل، ونحن قلنا أن المسألة هذه بالنسبة للجنب في أربعة أمور: الأكل والشرب والنوم وإيش والمعاوضة. انتهينا من مسألة النوم، وقلنا هو مستحب ووضوءا كاملا كوضوء الصلاة. تبقى معنا المسائل الثلاثة. ف المسائل الثلاثة نص الشافعية والحنابلة إلى أنه كذلك يستحب فيها وضوءا كاملا. لهذا يقول الخرقي في مختصره: ويندب للجنب قبل أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يعاود أن يتوضأ. وكذلك هذا يقوله السادة الشافعية، وهذه ثابتة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العود ونص على الأكل والشرب في للجنوب، أنه إذا أراد أن يفعل ذلك أن يحدث إيش؟ يحدث وضوء. أما المالكية والحنابلة والحنفية فإنهم يقولون إن الوضوء الكامل خاص بالنوم. أما ما جاء من لفظ الوضوء في المعاودة وفي الأكل والشرب فإن المقصود به الوضوء اللغوي، وهو أن يغسل يديه وما أصابه من الأذى. واضح؟ طيب، فنقول له لماذا حولتم اللفظ من كونه شرعي إلى كونه لغوي؟ قالوا لأنه جاء عندنا في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه كان إذا أراد أن يطعم غسل يديه ووجهه.
فدل على أن المسألة خفيفة في مسألة الأكل ومسألة الشرب ومسألة المعاونة. وثبت كذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واغتسل غسلا واحدا، دل على أنه ما كان إيش يغتسل ولم يكن يتوضأ، واضح؟ فدل على أن المسألة في هذه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الأحاديث جاءت في مسألة الاستحباب الشديد بالنسبة للنوم بخلاف الأكل والشرب والمعاودة. قال والسبب في ذلك على أن النوم هو انتقال من حياة إلى حياة، والحياة الثانية تشبه إيش؟ تشبه الموت، فيؤكد فيها عبادة مائية مثل إيش؟ مثل غسل الميت، بخلاف الأكل والشرب فإنه ينتقل يريد أن يحيى به حياة، فلهذا ناسب ألا تشرع فيه عبادة كاملة مائية. واضح المسألة؟ طيب أعيد قراءة حديث الله بن عمر. عبد الله بن عمر. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. طيب هنا أخر رجليه. يقول العلماء سبب فعل عبد الله بن عمر هذا هو أن كما سبق وقدمنا الحديث حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتوضأ في الغسل ماذا كان يفعل؟ كان يؤخر رجليه. فقالوا لم هذا لهذا لما عللنا علة الشافعية والحنابلة من أجل إيش؟ من أجل تخفيف الجنابة، والأمر في ذلك ليس على التواصل، وإنما يمكن أن يتراخى في هذا الفعل، فلهذا هذا أشبه بالوضوء الذي يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيش؟ قبل الغسل، فإنه كان يؤخر إيش؟ يؤخر رجليه في الوضوء إلى أن ينتهي من الغسل. طيب هذه بالنسبة للأحكام التي تتعلق بهذه المسألة. بقيت بعض الفوائد استنبطها العلماء من هذا الحديث خاصة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء الفائدة الأولى التي تستفاد على أنه يجوز للجنب أن يؤخر الغسل، وقال الإمام النووي أجمع العلماء على ذلك، فلا حرج على من أصابته جنابة أن يؤخر الغسل، لأن الغسل هو من باب الوسائل، وشرط وجوبه هو ما جاء موجبه، وهو إيش؟ وهو إقامة الصلاة، وإذا لم تكن صلاة فهو في فسحة من أمره. نعم الأفضل والأولى والكمال أن يكون الإنسان على إيش؟ على طهارة كاملة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تستفاد من هذه الأحاديث على أن الإنسان يندب له خاصة في وقت النوم أن يجتنب الأمور القذرة أو النجاسات. لهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يديه غمر الدهن فلا يلوم فأصيب بشيء فلا يلومن إلا نفسه. فلهذا يندب التطهر والتنظف خاصة في حالة إيش؟ في حالة النوم، لأنها مثل ما قلنا هي حالة إيش؟ نوع وفاة، وقد يتوفى الإنسان في ذلك، فالأولى أن ينام على إيش؟ على طهارة كاملة. غمر الدهن، الدهن. طيب جاءت عندنا الفائدة الثالثة المستفادة، وهي جواز الاستنابة في السؤال. فإن عبد الله بن عمر هو صاحب القصة، لكنه ما سأل، ناب عنه مين؟ ناب عنه أبوه، فدل على أنه لا حرج أن يسأل الرجل في مكان إيش؟ في مكان الرجل. هذه المسألة. الفائدة الرابعة أنه يستشف من هذا على أن الاستحباب على المعاونة في طلب العلم وفي التعلم، فإنه يندب لطلبة العلم أو يستحب لهم أن يتعاونوا في تحصيل هذه الفريضة ألا وهي طلب العلم، وخاصة في الأمور الواجبة. الفائدة الخامسة التي نختم بها وهي أن الحياء مشروع ومندوب إليه، فالذي منع عبد الله بن عمر هو حياؤه من رسول الله، إلا أن الحياء
مندوب مشروع فيه خير إلا أن يكون عائقا على تحصيل علم تتوقف الشريعة عليه، فإن هنا لا يمدح. لهذا النبي قالت عائشة كما في الصحيحين: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنحن الحياء أن يتفقهن في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وفي هذا القدر كفاية. وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. ممكن أن يفهم هذا، ممكن. طيب الله يفتح لك. هذه ما ذكرناه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال العلماء: لا يفهم منه أنه توضأ ثم أخر إيش الغسل، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. وفي خارج الموطأ كما قلنا في رواية نوح وهو بإسناد صحيح أنه قال له: اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم. هذه المسألة التي هي أيهم يقدم تجرنا إلى مسألة، وهي هذا الوضوء، ما هو الشيء الذي ينقض هذا الوضوء؟ هذا الوضوء، هذا وضوء بسبب إيش؟ لهذا فيه لغز عند الفقهاء، يقولون هناك وضوء لا ينقضه البول، هذا الوضوء الذي هو وضوء إيش؟ وضوء الجنب. طيب نأتي إلى هذه المسألة، وهي احنا قلنا عللنا العلل صح، ما هي الحكمة في هذا الوضوء. طيب إذا قلت نواقض الوضوء، إذا الإنسان بعدما أصيب بجنابة ذهب وتوضأ، بعدما توضأ مثلا خرج منه ريح، هل يعيد الوضوء أو لا يعيد؟ هو بأساس مقابل الصلاة، لأن هذا وضوء كان بسبب إيش؟ بسبب الجنابة. فمتى يعيد الوضوء؟ إذا أعاد جنابة إيش؟ أعاد جنابة أخرى. طيب الحمد لله.